صباح الخير. تدروبا متى بيعتد الرقاد؟ أنا كل اللي جايين هنا الله يحفظكم 15 يوم. بيعتذر الرقاد متى؟ آخر 3 أيام. الحين أبوي الرقاد منجلب فوق تحت وتحت فوق. النهار ليل والليل نهار. يوم يعدي أبوي المغرب يعني الرقاد. ما شاء الله عليها هذه دج تبارك الرحمن. ويوم يعدي أبوي نص الليل الساعة هن نشيت مرقاد. وعلى هالمنوال حين من يوميك يقولون بيعتذر قادك متى؟ يوم برد يوم برد مع بينجي بالرقاد هناك في أبوظبي نفس الشيء. هاي يسمونها بلوى الغافلي. مصيب مصيب. هاي بلاد الواق الواق ليطرونها بلاد الواق الواق. ليهم نهار ونهارهم ليل. والله انها مصيبة. لا حول قوة. وخلاف ابو ياسي تريع ما يدري بني انا بعدين في البلكونة وياسي اصور من فوق. أول ما جيت هو رافض فكرة إن تمشي في هالبرد. ما حد روم يمشي في البرد. ما حد روم قلت أبوي لا بالروم. ومن سرنا ودي وحين قبل هو ينزل تحت. شوف مدمن مدمن أدمن على المشي. ماشي شارات المشي ولا ها يلا يلا نفاف نفاف يلا يلا تانسف اليد وعلى اليم. ما تروم تانسف من 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 كثر ما هو خفيف. النفاف نفاف بسيط لكن الجو يعني جو. الله يحفظكم بنسير لين الرايس فيلج. من نوصل من هني لين الرايس فيلج ما يقارب 8 كيلو يعني سار يا 16 كيلو. يلا ياي من نوصل الرايس فيلج بندك تليفون حقهم حصة بتي حصة وبي صلاح وبيتريقون عندنا هنا في مطعم تطري حصة تمدحي يعني إن شاء الله. هو وبنصور هناك بنطالع في الهست بنسولف عندكم وبنطالع كان في شيء مويضيع ولا شيء سويلف ولا شيء يرزق تصوير يعني. والدنيا مطرجة وراجها محول. يلا ياركم الله. صباح الخير مع شقيقي صلاح. هناك. السلام عليكم يعني ورحمة الله وبركاته. تمام انزيل. هو برنامج البحر ترى البارحة تراك ما بزعلان مني صح؟ لا زعلان ولا ما بزعلان؟ لا لا لا. الناس يقولوا ليش تسوي قرقر 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 أمين تبغى أدري إني هنا لكن أنت زعلت مني ولا ما بزعلان؟ لا لا. قل والله لا. قل والله العظيم هذا كلام الله. يعني كنت ما بزعلان؟ لا. يقول ليش كل صلاح منرفز وزعلان ولا لا وليش أضربك صلاح؟ ليش تضربني أنت البارحة؟ كتابة لا. أنت ما ضربتني البارحة؟ لا. ودي واحد الناس كلهم شايفينك وأنت تضربني. وين كذا كذا الأول؟ الأول؟ يعني واللي أول اختفى يعني. يلا حبة يلا حبة نسير تمشى وبندق لكم تليفون من رايس فيلج وبتون ترى يقول أدنى. أنا بخلف. الحين. ها؟ بابا ما حبك تقعد برا شو يعني؟ Good morning. Good morning. زين. Did he make any noise when he sleep? No sir. خر 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 no. No. والله. Does it mean you sleep well? You was deep sleep and sweet. Sleep. And sleep well and he don't make noise. No, very sleepy. But you was deep sleep. That's why you didn't hear him. No. Hey. صح. Yes. زين ليش زعلان أنت؟ ما تقعد. زين صراحة. يا بابا كذا بابا كذا. ما بغدنا نحن ريوق بكبر الحين ما تريقنا. لا لا فهمنا. بتين هناك على الريوق. زين. أنت لو بس بأولت. لا خلاف برد الجاي الثاني حق السبوح. ثاني. إيه حبيتوا إن هناك ونحن تيجي بشبارنا. إيه. بنتريق وخلاف برد ماشي وخلاف بتسبح برد ظهر ظهر على العقب. إيه. يلا. باي. شو صلاح؟ يجي بيسي. المسج. زين المسج اللي أنت طرشتي حقي. إيه. سمعته هنا. إيه. أنا سمعت المسج مالك الصبح. هذا الكسد سيارة صح؟ شو يعني؟ المسج. أنا سمعت المسج مالك. أيوه. شو المسج؟ شو قلت؟ أنا ما فهمتك شو تقول في المسج. أنا ما أدري شو قلت هذا؟ أدري شو قلت؟
لا قسم على بالك انا لو سكه ما سمعته. هي سمعته. الو وين موبايل؟ وين موبايل؟ مسكرت عني. قلت لي انت راقد لا تيني الحين. لا خليك نوم. قلت لي خليك نوم صح؟ ايه. شفت اني عارف مخ. ما بنت بس. الله فك العرب من تشريحات الناس اللي تتريق مثل هذا الحبيب. اني يعني اذا تبطي عليه ما يتهندق. الله رحمهم حلنت يوم الريال بيترياك ولا عندهم حتى اللي عندهم عامل ويتريا يخلص يطالع النت بس بدل الساعة يصير حتى ساعتين فالله ولا يدري في الوقت يخطف عليه الوقت ما درى فلذلك أبوي يوم حبيت أخر على حد ما يلقط تشريهات ترى الأول لو تبطي على لادمي دقيقتين ما من تجبل عليه نبحك شو السبب من الملل الحينة الله رحمهم بنت ورا يعني من عقب هاك الغربال والشطة الأولية اعتاد طلب سيد على ستاربكس أخذ أبوي كوفينا ونحن مطرجين بسم الله ها سمعتوا اللي يطرون الويه البيلياني هذا الويه بيلياني ولا الكنتري هذا هاك الأغنية تدلل خدش اللي كسف أرجل أو خدلج خدلج خدش اللي كسف أرجل هذه لا هذه كمترة الويه الكمتري لازم له ترتيب يعني لازم حد يظهر لها لحن ولا أغنية ولا شياته شو خلاف هذا ما بلون يفضل هذا أزرق أبويا ما خصني بلوني أنا ها تعال ياي وينك هذا الازرق وهذا اللولي انا ماليه تبعينا يوم يقول البربل والبربل هذا ملك الالوان هذا ملك الالوان يوم يطرون البنفسج هذا ازرق حد ما يعرف الازرق من البنفسج وحكتني هذا من البنفسج الحين والله لا بنفسج ولا الله قال اظني حين هذا يمكن هذا بنفسج لا هي ما تعرفه انا اكسكيوز مي وي نيد يور هيلب اوكي بليز What is this color? And what is this color? Purple and blue. This is blue. Blue. It's not neely. Not not purple. Dark blue. No, it's like a royal blue. Royal blue. هي هذا هذا الأزرق الملكي. هذا أجمل لون مال قوم إفسال لوران ها مال الفنانين. لكن مال اللاعبين هذا. هذا مال اللاعبين وهذا مال الفنانين. Thank you very much. Thank you. I take a good video with you. Thank you. خلف ابوي شد قبط الطريق هذاك ويا خلفناك تعدى السياره هيك البيضاء وانا خاطه ابوي لقيت بيت هذا تحيدون مال ليلى والذئب هذا بيت اليد هذا بيت ابوي اليد اللي فيه ليلى وسارت ليلى ويتي بالدواء حق يدته وسارت وياها الذيب وكلها وتمت ابوي اليد في هالمكان وتوفت عادل يد في هالمكان هاك الوقت لين الحين والبيت أبوي أرفقت الحكومة هي أنه لا ينهش ولا ينشل ولا يحترج وتازم الدفايات يشتغل في ليل بنهار يجون عاد أهل بالحكومة ويجدون الضوء يحطون لهم السمر ولا الغضاء وتازم أبوي المكان يازم دافي وتام من هاك الأيام لين الحين اللي يوم يعطوا لي حال فسحة ولا يعني فسحة ولا يعني هذا بين في الأسبوع شي يوم مع الرياضة يا أبوي البنيات صغاري خلاهم يطحلوه ليلة ويدت وإنه يعني شي استوى هاك الأيام يوم البنت ما تسمع رمسة يدت ولا قالت لها يدت لا تظهري ترديب ياكلش ما طاعت وصاوخت الحين أبوي ليلة كلها الديب واليد أبوي طحنت الدنيا حنت تطحنت الزمان يلا برايكم عليكم هالشي رمازين مغطية ثلثين الشارع وهي مبونها تلقطونها نص متر قدام الباب سبحانك يا رب طلع لها البيت مازينة لكن هالبيت أبوي سكانه بخلق وحتى ماشي ولا ليت قدام البيت لا في وجه البيت ولا في ظهره يقول لك البخل اللي فيهم ما في حد اللم كريم يا غير اللبو بخل
الدنيا والدين كلها فيه. بيوت بيوت يراهم كلهم لابسين ليتات خاري الا هو. ولا ليت معيش هلبوي كله ظلام في ظلام يحاتون الفواتي من البخل والله. ابوي دق علينا المطر 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 ياريخ ياريخ ها المطر. وين الرايس ويلج الحين؟ الرايس ويلج وين؟ بعدنا سيده؟ لا حق شو اي مكان بعد؟ لا عبد المطر. انا نودر هالفريج الناس الطيبين ها اللي كل حد يزقرنا قربوا قربوا قربوا. تفضل تفضل اليك ونحن لا عيلين والله. هذا ظني رايس ويلج خلاص. فلس. بعد. الله اعلم بنا نحول ما بنضل يعني. الله ساقنا الله يحفظكم جدها السوبر ماركت. ومن من فوق من شفته قلت حق خلاص كذي جايينا احنا السوبر ماركت هذا. وفي جور جور الروز روز انريكي عندهم غاوي جميل غاوي شكله جميل وزين لكن بلي ريحه. اخذته وزرعته زرعته يا غير الله يسلمكم ما ابطأ ضرب يا غير ولا مات من الشمس قاوة يا غير بلي ريحه. وهذا هو هو ها اي والله شوف شوف وين الله ساقنا. لا يا رجال لا تاخذ هذا فيه تربه فيه تربه فيه هي ممنوع يدخل طياير مو بحقنا حق ما تقدر هذا حق حدايق الله يهديك خوخ دي حصب وين بيت ابوها هذا الاجار شفت حر انت شوف الورقه على شوف شوف ورد الخوخ اول مره شوفه سبحانك يا رب لا اله الا الله سبحانك يا رب. هذا والله من يخم من كميه يوديه الدار ليه لك ما الخوخ ما بيضرب هذا هذه يقول ما زيد شيخ شيخ الخوخ سبحانك يا رب. شوف ما فيها ورق هاي يوم يقول لك تمرتح اكثر عن ورقه هذا اللي يطرونه ابوي يوم يقولون لك تمرتح اكثر عن الورق هذا في ريحه اي والله ريحه خوخيه هذا هاي الريحه الخوخيه سبحانك يا رب ما ظن شانك شيء كل شيء ده حبنا ندخل وهذا لا هذا كم متر هذا لحمه كرز يا رجال بكرز فلم فلم هذا كم متر يا سلام فلم اللهم لك الحمد سبحانك يا رب. كلش تختمنا هذا الروز لكن ابوي بلي ريحه يضرب غدا ماشي شراته لك البوره ب $7 يعني $8 $7 و 98 بنس يعني $8 القوره والله يستاهل يفدن السعر مناسب ويسوى يستاهل لكن عاد احي ودك انه انك تروم تدخل البلاد تدخيل البلاد ممنوع لو بتنطر في خمره راسك خلاص ما دخلوه ممنوع قص خشوم اي شيء في تربه ممنوع يدخل البلاد يجيبون العرب عيدان صروب هالنمونه ويحطونه في التربه ويظهر يضرب لكن يحطون له شيء بعد هرمون نوع من انواع الهرمون ويضرب يا غير جليل نجاحه قليل يعني ما يظهر يدلني اللي بعروقه هذا هو يضرب يدلني سبحانك يا رب. وبايدين ليه راح يتخبروني عن جبنة الهوش شو طعمها هل ان فيها نكهة لبوي ما فيها اي نكهة البارحية كانت بلين عادية ما فيها اي شيء الحين يوم دخلنا هذا الستور العود بلاد هذا من كبرة بلاد كان مكبرة يعني في مدري عاد اسم العنوان حتى نسيته والله اللي خبرتكم عنه بلاد والله مكبرة المخبز مخبز شيء فيه بالعظمة المراد هذا الموضوع الموضوع الله يحفظكم الجبن جبن الهوش اللي خبرتكم عنه البارحة ترى ابوي مليون نوع ونوع اكثر ما يحبون ترهم الدنيا العالم كله جبن الهوش ها كله جبن هوش كله جبن هوش الاغلبية كله جبن هوش
الجبان اللي من غير هاي كلها الدنيا كلها هالشي الدنيا كلها اجبان. لكن جبن الهوش هذا السكشن هذا ونحلي نطريه هنمون. لكن هايك الماركة البارحية عليها شرات طاحونة، يعني الجبن هولندي، الجبن هولندي مدام عليه طاحونة يعني جبن هولندي. هذا ما هب هو هذا مال هوش ونفس فصيلة الهوش نفس فصيلة الماعز بعد هندقوا علي ليش يقول هوش؟ نحن نجزي يوم تقول هوش مهروض تقول ماعز. نزيل يلا ماعز. فلذلك أقول كم هالجبن ما شو عليه طاحونة يعني معناته ما بهولندي غير نفس الشيء بيكون. وهذا بعدها هذا تونتك الشيء ها سموك جوت ملك تشيز طعم مدخن نفس الشيء غير مدخن. لكن هذاك أخير العادي يعني البلين سبحانك. وهذا العسل عندكم أشكال وأنواع لك 600 نوع ونوع. جيبوكم جمعيتهم لو بيس أصوركم ثلاثة أيام داخلها ما بروم أقصى حتى النص. يعني شيء عندهم شيء بالعظمة شيء لا إله إلا الله ما شيء في الدنيا هو ما بعندهم. ترى أقولكم أي شيء في الدنيا العودة أي كائن حي أي كائن حي يعني أول ما استوى على الكون على أول ما استوى الله خلقه يعني وتغذى على الحليب كل شيء كائن حي تغذى على الحليب من كبر ودره من كبر ودره يرضع الحليب لمدة سنة سنة ونص سنتين ما شيء إلا البنادم سبحانك يا رب. البنادم من يخلق خلاص قالوا يفطم الإنسان ينفطم من يكمل سنتين هم لا نحن البنادمين لين يثيرون يدفنونه البنادم لين يصير ويموت وهو يشرب الحليب ومشتقات الحليب لين يصير يموت. معقولة ترى الأدباش لا تصير بعيد ترى حتى البقر اللي يرضعن عمارهن يحولونهن للسكين ولا الجلد قيمتهن كان البقرة البقرة اللي ما ترضع إذا ما ترضع عمرها قبل ما ترضع عمرها قيمتها مثلا 5000 أو 10000 نفترض إذا عرفت العرب أنها ترضع عمرها طاح من قيمتها 75% لأنها ترضع عمرها. قالك والله ترضع عمرها البقرة هذه ما يلقطون فيها أهلها لبن لازم يسوون لها بالشوش هذا على وجهها يلبسونها إياه ولا يلبسون رقبة تدرام عسب ما ترد ترضع عمرها. هي نعم إلا البنادم سبحانك يا رب. بنادم من يعيش من أول ما الله يخلقه لين الله يأخذ أجله وهو يشرب الحليب شهد الله بنادم غير نمونة الفروطية اللي في العرب فارطين. يعني أنك حين أنت مفروض أنك ما تشرب حليب يوم تكبر خلاص شربت الأول يوم تصغير حين الحليب هذا أبوي الدبش يتكون عليه وهذا وتتاكل الحمت ما بأنك أنت حين تشرب حليبهن تراك شربت حليب يوم تولد سنتين يسدك. بس ترى بس البني آدم اللي هو يشرب الحليب لين يموت ولا الباجين كل كائن في الدنيا يشرب الحليب سنة ولا سنتين إلا البني آدم. شوف الطمع اللي فيه ياخذ ماله ومال غيره. كل شيء عندهم مميز كل شيء عندهم مميز. شوفوا هذا الزعتر الروزماري البادري شو البري والنعناع هذا كله الريحان المشموم أشياء جميلة والله وايد أشياء. على فكرة مكمل يوم شربت شوربة لونها أخضر شوربة يعني أعتقد يا سبانخ أو إنها بروكلي طعم من فوق طعم البروكلي شو حاطين ياي مشروخ ويا البروكلي مشروخ الله يحفظكم ريحان خضر وغادي عاطلنا طعم عطري ولذيذ كان عادة الريحان في الأكل في السلطة ضارين عليه يا غير في الشوربة ما شطعمته إلا أمس والله أمس طعمته ما أتذكر عادة في أي مكان أنا كنت. اليوم اللي عن التفاح تفاح عاد بلاده التفاح بلاده التفاح سبحانك يا رب. It's $7 for those. شيء عجبه.
هذا البروكلي تونا نطريه عفت قدامي. يا سلام سلام، شو بقولكم حياتكم كل شيء موجود عندكم. تفاح عادي يغني يا ليل، يغني يا ليل التفاح عندهم. كم بتاكل وكم بتصر هاي يوم يقول لكم عيشة سنة، معيشة يوم يقول لكم عيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة. لو بتلف وكم بتاكل وكم بتطحن. زين بتمت قدام صلاح انا كبير يا الله منك يا الله منك انت. هاو ار يو؟ زين. ايش هالمشي خليت انك فجأة؟ بلاك ما تحاكى. وين الضروس؟ نسيت. وانا بنسيت امي. لا لا عليك يا صلاح. لا خلي ولا ايش قلت ليش خلي؟ بسم الله. ما علي يا حبيب قلبي ما يهمك. هاي صلاح. سلم ولو حتى. يا سلام راح الله عليك يا ابو اصيل. يا سلام يا سلام. مبسوط صلاح؟ اقولكم بالنسبه للي يتخبرون عن السكن في هيوستن للي جايين هيوستن للعلاج، اللي جايين هيوستن للعلاج من وجهة نظري أنا شو السكن يتراوح متقاربه الأسعار كل الأماكن اللي أنا جيتن من كذا سن ونائي. المكان هاللي أنا أسكن ساكنين حاليا فيه من أرقاهن وأجملهن وأخيرهن، منظر سيكوريتي أمن، نسوت فيه حوادث، كل عوائل على ما تشوفون 90% كل عوائل 90% من قاطنين المبنى اللي الحين فيه كله عوائل. والمكان كبير يعني شفتوا مدرسة الإمارات الوطنية الرئيسية العودة كبرها يمكن 3 وديات. تخيلوا اللي عندنا في مدينة محمد بن زايد العودة هاي كبرها يمكن 3 وديات حجم السكن اللي نحن فيه. يكون كل مبنى من 3 أدوار أو 4 بلية لفتات، ما شيء لفت، الدرج مريح يعني مش متعب. شيء شقاق من غرفتين، شيء شقاق من غرفة، وشيء شقاق من استديو. أسعارهم والله ما أدري، لكن ما أتوقع أنها يعني بالسعر متناول اليد، يعني مش غالي، يعني مش غالي السكن. آمن وأقرب للمركز المستشفيات. شوف المركز المستشفيات هادوان، هذا هالبنايات اللي فيه العلاج للناستي مخصوص على سبهن، هالبنايات اللي تشوفونهم يعني تقريبا 3 كيلو أو 3.5 كيلو ساير، 3.5 كيلو جاي مشي، يعني قريب يرمل واحد يمشي. الشباب يعني اللي فيه هبة يا غير اللي تعبانين وهذا ما يصير، ويوم تكاسي أو بسيائر السفارة أو أنه يستاجرون سيائر، لكن أغلبية الناس سيائر بأنواعها، كل سيارة ولها سعر، شيء ب$100 شيء ب$80 شيء ب$50 شيء منها صغيرونات، يعني كل حد وحسب استطاعته. فنادق للمدة الطويلة ما بغاوي الواحد ما ياخذ راحته، لكن الأماكن مثلا المكان اللي سبت فيه وكلهن فيها مجالس إماراتية، كلهن كل سكن في مجلس إماراتي، ومجلس الإماراتي الله يحفظكم يكونوا متعاونين شباب ولا عوائل ويأجرون مكان والطباخ والنفاخ، لأن الواحد ما بيروم يجرب بعائلته بهله في يجلس في عندهم ناس الغرب، فلذلك يختارون الشباب سكن ميلس عود ويازم مضيف ويسمونه ميلس الإمارات، وبحيث زاف من العرب السير وزافتي، زاف السير وزافتي، ويعيشون على هالمنوال، يعني الناس بهالطريقة عايشة.
سدك انك انت علاجك ومستشفياتك هذا قربك يعني ما بمكان بعيد، هذا انها شو البنايات البنايات وكل قربك، ما شيء بعيد يعني تقول انك بتتعايز ولا ما بتوصل ولا شياته يعني، لا والله شيء زين. والسكن اللي جيته من كم من يوم انا ما يحضرني اسمي يعني، اعتقد بالم او شيء من هالقبيل، بعد ما مكان كبير وفي عدة ميالس لعدة دول. ريت صراحة كل شيء؟ لا ربا. ما كل شيء من الصبح؟ لا. صايم؟ لا. يلست الحبيب؟ ليش يلست؟ حصان داخل المحل. وأنا ما تبغى تمشي وياي؟ هني وين وين يودي هالطريق صلاح؟ محل انت الحين ودنا داخل محل ها باركنات حبيبي لا ما سيايير موقف وين مواقف هاي حبيبي هناك العرب خاري وانت وين دخلتنا هني ها عرب الله انك انت صلاح حبيبي ما بشارين كوفي هذه يدا مكان تريق هذا اللي جيناه البارحه واللي خاري اكثر على اللي داخل اليوم الحمد لله يصفر كاك شفته سبحان الله هذا المكان ينال بحب الصدفه دخلنا ابو مار من ندخل من العالم اللي خاري اكثر على اللي داخل واليوم يا ابو نهني فيه روحهم ترى شوف رب العالمين يوم الله يبارك صلاح حبيبي ما بشارين كوفي سايرين مكان تريق هذا اللي جيناه البارحة واللي خاري أكثر على اللي داخل اليوم الحمد لله يصفر كاك شفته سبحان الله هذا المكان ينال بحب الصدفة دخلنا أبو مار من ندخل من العالم اللي خاري أكثر على اللي داخل واليوم يا أبو نهني فيه روحهم ترى شوف رب العالمين يوم الله يبارك هل في خاطر يطعم من هذا بعد اللي يابين حق حد من العرب ما عليه أوه. انا احبه هذا من استروني سوق تعطوني ولا لا اي اكل شوي صلاح بعد فيها جبن اللي يتمايط يا سلام ها صلاح اعطيني اول خاشوقة هنا ما عليه شكرا حبيبي يقول حق افتك من هالكلام زي خلي شوي عطني شوي بسك لا بس عليك حبيبي بس عليك صلاح بس عليك صلاح 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 عطني شوي عطني ما ركب دروسه لا لا هذه ما يتحاكى كان شيء باروت بنادم باروت الآدمي باروت أنت باروت عادي جاي صلاح لا 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 بس 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 ما يبغى ما يبغى ما يبغى بس بس الله يهديك بسك يا حبيبي بتندحك أنا أروح بسك حبيبي طقت الواستايمر عندهم هني شيء مطعم مطعم تركي اسمه نظيف مطعم نظيف هذا الباحي يابولنا من جيمر اللي هو قشطة صح اللي هي القشطة يابولنا من الله يحفظكم الخمس الدواري هذا عليه سمسم لكن شو المميز عاده عندهم جام جام هذا جام الورد يا سلام سلم اللي كل شراته هذا من تاكلي طول عمرك 15 سنة ما يباله نقاش ابدا طعم جام الورد اول مره بحياتي اطعمه جام الورد واللي محلي على جام الورد القشطه الطازه تنياب من تركيا اليوم بيومه ما شيء لك اليوم احد ها بس يوم الاحد ها ادري يوم الاحد موجود يوم الاحد بوفيه في المطعم المطعم يسوي كل شيء عندهم حتى القشطه طاز اليوم بيومه لكن الجام هذا
يجيبون من احد لين احد بالويكند، ويكون الريوق عندهم من متى؟ من الساعة 10 الضحى لين الساعة 2 اوبن بوفيه تصرط لين يعتدل ضلوعك. اهم شيء في المطعم جام الورد ويا الجيمر هذا ويا الروتي هذا اللي في الكعك الدواري اللي احنا مصورينه هنا غير ما خلاص ما صورت لكم اياه وانا اكل صورته وانا كنت ارقص ويا صلاح. في العافيه في العافيه ابو راشد ما شاء الله ما شاء الله اخوي متريج ستيك تتريق ستيك خلاص شو يعني نسر انت هذا ابوي الطيور رجال حتى اكل لحم انا واحد منهم يا رك الله يا رك الله يا ابو راشد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كساره سيف بن درويش نحن ترى اسم في امريكا من يينا من يينا لين يوم اول مره ناكل خلاص من يو هو يحن يبى ستيك ستيك على المكان اللي نحن جايين الحين هذا مال ريوق فكم كثر ما هو يحن يبى الستيك طلبنا الستيك من هالمطعم مطعم عادي يعني مال ريوق هو مطعم فنان ناس كلها تاكل اشياء يا غير غربال الله ما زينا كلها اللي طالبت لنا اصورها ان شاء الله ما تلاحظ ما زين اللي طالبت لنا فادها حي ما ادري شو طالبه شيء شرات سليس لونها اصفر شيء سليس لونها اصفر شرات دوريس شيء شيء طلب يبونه شرات للسليس شيء ويحطونه ويا بيض وشكر ويجنونه هاي العوده ماني طالبه شرات لا 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 شو اسمه هذاك؟ فرنش توست فرنش توست فرنش توست شرات فرنش توست كان زين للستيك مكسيكان ستيك هاوس ما بهني بعيد شوي فتشه بينه وبين داخل المدينه لكن يلزا ويستاهل من يحط من يطري ريال من فريج التيار الله يسلمه ومطرش اللي طرش اللي العنوان قال لي خارج ضروري قدامك هناك تصير تاخذ مني اقول لكم كان زين للستيك مكسيكان ستيك هاوس ما بهني بعيد شوي فتشه بينه وبين داخل المدينه لكن يلزا ويستاهل من يحط من يطري ريال من فريج التيار الله يسلمه ومطرش اللي طرش اللي العنوان قال لي خارج ضروري قدامك هناك تصير تاخذ مني اقول لكم صلاح صلاح شو تبغي الحين؟ كوفي صلاح شو تبغي؟ ما شفت يبغى كوفي لا لا كاكاو شو؟ كاكاو يبغى كوفي في شوكلت ايوه ها اي فادحي ابوي اي فادحي الله كريم الله كريم ما قلنا غير الله كريم يا صلاح بعد ما نشوف هذا هني اقول لكم يا ابوك ما تتحرى عمرك انت في تكساس في هيوستن اليوم شو غداهم مطرش اكل من بيوت اليران مرقوق ومقلوبه ومربين ثلاث نمونات اليوم تونا ساير في خاطرنا ناكل في المطعم هالايطالي شويون بنتهبش اكل مال هالبلاد يوم دقينا حق البيت قالت ابوي تعالوا يميع الغديات من تجلي عليكم يا هي مصيبه ابوي نحن في خاطرنا ناكل الستيك المكسيكي في خاطرنا ناكل ما ادري شو مال مطعم ولا صكينا اكل مطعم منينا معقوله؟ بعد ما نشوف هذا هني اقول لكم يا ابوك ما تتحرى عمرك انت في تكساس في هيوستن اليوم شو غداهم مطرش اكل من بيوت اليران مرقوق ومقلوبه ومربين ثلاث نمونات اليوم تونا ساير في خاطرنا ناكل في المطعم هالايطالي شويون بنتهبش اكل مال هالبلاد يوم دقينا حق البيت قالت ابوي تعالوا يميع الغديات من تجلي عليكم يا هي مصيبه ابوي نحن في خاطرنا ناكل الستيك المكسيكي في خاطرنا ناكل ما ادري شو مال مطعم ولا صكينا اكل مطعم منينا معقوله؟ من متعارف عليه المرقوق اكل شتوي اكل شتويه من النوادر حد ياكلها في الصيف يعني او وقت الحر العصيد والمرقوق اكلات شتويه
زين. واللي اهم شيء الحين اللي بخبركم عنه اللي هو المرقوق. المرقوق الله يحفظكم اكبر منقود عند عاده عند هل المرقوق. ما اطري لكم انا عند العليميه، لا، عند هل المرقوق، واللي يعرفون المعنى المرقوق. اصبر، ما المرقوق ابوي ما يسوى خيبه يسكر على بيلي. ما ينخدم المرقوق الا على اللحم، فقط على لحم، عيب قص شوم عند العرب اللي تعرف للمرقوق ينخدم على غير اللحم، فقط على اللحم. انزين، ما ينحط اي نوع من الخضرة، بس البيليان والقرع. قيليان بريوع، بيليان وقرع ينحط، غير هذا ما ينحط اي شيء. الطماط يعني عادي، ضروري الطماط يعني من الاساسيات، غيرها قوم علي ولا قوم فاصوليا ولوبيا واي وزهرة ما كل هذا ممنوع، حب ممنوع يعني مش اصوله، يعني كانك مسوي شيء يور منكر، اضافه يعني فلسفه. شفت اللي تفلسف الطبخ، هذا هو. لكن اصول المرقوق فقط لا غير قرع وبيليان ولحم وطماط، غيره قصق بصل وثوم. هي هذا ضروري عاده، ترى مكونات المرقه، مكونات صالونه. ما ينحط اي نوع من الخضره، بس البيليان والقرع. قيليان بريوع، بيليان وقرع ينحط، غير هذا ما ينحط اي شيء. الطماط يعني عادي، ضروري الطماط يعني من الاساسيات، غيرها قوم علي ولا قوم فاصوليا ولوبيا واي وزهرة ما كل هذا ممنوع، حب ممنوع يعني مش اصوله، يعني كانك مسوي شيء يور منكر، اضافه يعني فلسفه. شفت اللي تفلسف الطبخ، هذا هو. لكن اصول المرقوق فقط لا غير قرع وبيليان ولحم وطماط، غيره قصق بصل وثوم. هي هذا ضروري عاده، ترى مكونات المرقه، مكونات صالونه. الفندال من بيتنا عاده، ها فندالنا روحنا. زين، وهذا طالت عماركم قرص مفروك، هذا من عند قوم باركه الراشدي ام هيان الله يحفظها ويطول بعمرها، وزمزميتين، وحده قهوه والثانيه كرك. شاي حمار بارك الله فيكم. ها تغديت لو بعك؟ انا بجوابين اخوتي. تغديت لو بعك؟ سؤال وجواب، واحد من الاثنين. تغديت ولا بعتك؟ احلف جوابين. شفتك انك يا سكن، هل تغديت ولا بعتك؟ قولوا لي ايش قلت. ترياك انت تترياني. يلا شوف يلا 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 الله يسلمكم. مرقوق على لحم بيتمنوها ام سالم من عندكم بيت ام سالم طرش. مرقوق على لحم، ها لحم مرقوق على لحم. مره واللحم مره هاتي رقم واحد. زين، وها مقلوبه بعد كل من نفس البيت، ها كل بعد بيت واحد ابوي ترى مقلوبه الدياي، وهذا مربيه. لا تصيح اذنيك يا القصار، تصيح اذنيك يا القصار. مش كساب هذا سليمان القصار. ايه بيئك انت تتابع دوم؟ دوم ابو راشد. ايه هذا الدقوس، يا حافظ على الدقوس وياي جميع السلطات والدنيا. مشكوره يا ام سالم، مشكورين بيت ام سالم. طال عمرك وما قصرتي، لكن شيء طول يوم ما جبت ما خليته شيء ما سويته. كواوي الله يسلمكم. مرقوق على لحم بيتمنوها ام سالم من عندكم بيت ام سالم طرش. مرقوق على لحم، ها لحم مرقوق على لحم. مره واللحم مره هاتي رقم واحد. زين، وها مقلوبه بعد كل من نفس البيت، ها كل بعد بيت واحد ابوي ترى مقلوبه الدياي، وهذا مربيه. وشيف
لا تصيح ذنيك يا القصار، تصيح ذنيك يا القصار. سليمان القصار. بيئك انت تتابع دوم؟ دومه. ها ابو راشد. ايه وهذا الدقوس يا حافظ على الدقوس. ويا جميع السلطات والدنيا. مشكورة مشكورة يا مسالم، مشكورة بيت مسالم طال عمرك وما قصرتي. لكن شيء طول يما جبت ما خليته شيء ما سويته. كواوي. صراحة بس سكن؟ اقول شوي شوي ها ما بيعزل لك؟ لا زين زين شوي زين. تبغي زيادة؟ تبغي شوي زيادة؟ لا لا بس تبغي زيادة ولا خلاص خلاص عطى القمعة. لا 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 ما حب يشوف تعال. ما يبغى شو هذا؟ الله يغنيك يا ام سالم ويطول بعمرك، مشكوره ما قصرتي. ويعافي لك سالم ويعافو انا يا رب العالمين. وتردين انت وسالم بخير وسهاله من وين ما جيتوا. المرقوق مرقوق ولايتي رقم واحد خدمه هالاول شرات خدمه ابوي هالدمام وهالكويت. خدمه المرقوق اللي انت خادمتنه شرات خدمه ابوي هالدمام وهالكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. والمربين حدث ولا حرج، المقلوبة عن الحلال والحرام ما صكيته، كلهم كلوا من أنا ما صكيته. لحصل الماء بطل الصعود، يعني حد بيودر المرقوق وبيودر المربين وبدلي في المقلوبة؟ لا والله لا دل ولا حط ولا صكيته بعد. ما هان علي أني أخرب مصراني ومن عقب ما ساح فيهن أبوي الدهن العداني دهن الدهن العداني وعقب ما ساحبوي فيها في مصراطيه المرقوق والمربين احط معاليهن من المقلوبه؟ لا يا ابوي لا 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 شغل الاردن خلاف على الطوايل بس هي له المقلوبه. ايش عندك انت؟ ماشي بابا. شو كلت انت؟ ماشي مرقوق ما كلت؟ وي تدعكوا شويه كلت له؟ لا اشوف معاني انت معاه. انا كلت معاه بس لك وايد ولا شويه؟ انت اسالك عاده. اي خلاص زين شح. الكرت اللي توني حطيت لكم اياه الكرت مال شو اسمها الحرمه؟ عالية. عليا. عليا هي ومع ريلها وعيالهم مقيمين في هاك البيت اللي غني لي تعال ذكرتوني حب احط لكم الفيديو ماله مال بيتهم. هي ما كانت موجوده في مسافر العراق لكن بيتهم يسوى لك كتومان على بحيره وما زين ياخذ العقل هاك البيت قصر والله من كبره. وفي المكان هاللي نحن فيه يمكن لهم 40 ولا 60 شقه لهم وكذا موقع لهم على حسب يعني اللي يبي يتصل في هالبلاد هاي لاك وعندهم شركة سواقة وعندهم سيايير عندهم أشياء وايدة خدمات. فأنتوا اللي يبقى يوم بي يتعالج هو ولا زيد ولا عبيد ولا يسيرون على حد من هالميهد يتخبر 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 هم شو اللي يختلف من شيء لين شيء. ناس زينين بيخبرونكم على حسب كل إنسان واستطاعته. صح؟ براني شوي؟ هو دقيقة واحدة؟ هو بستعمل مالك هذا عادي أكيد؟ أكيد؟ لا يا ركال اللي مت ما تحب حد يستعمل سمونه مالك؟ راني أسير؟ لا ما أنت خسرنا يعني أسير ولا لا؟ روح روح شكرا ما خسرنا روح يعني أسير طب مالك خص؟ يعني أسير ولا لا؟ لا روح تصير غلاب زين روح تصير بسير إن شاء الله. هي أنت اسمك بدر؟ بدر اسمك؟ بدر بدر بن من؟ بدر الوسام السوري. ها؟ بدر وليد سالم السوري. بدر وليد سالم؟ بدر وليد سالم المنصوري صح؟ وين ساكنين انتو؟ ساكنين ما ادري نسيت في ابو ظبي ولا العين ساكنين انتو؟ الكويت احنا من الكويت حبيبي. انت اللي مطرشين المرقوق؟ اي ايوه انا اقول ابوي مرقوق المرقوق اللي انتم مسوينه؟ لا هي جاي من عندهم بيتهم مرقوق؟
from the مرقوق from this house. أيوة أبوي أنا ما شفت المرقوق قلت أبوي ها خدمة هالكويت. ما حد أبوي كفو يخدم هالخدمة والحق بيتكم. ما حد أبوي كفو يخدم هالخدمة غير الناس أبوي اللي يعرفون المرقوق أبوي يبه هلا وهلا من اللي هي بيتكم. نزل على هالك حبيبي زين حبيبي. ليش صغيرونه؟ يا صلاح بعد مثها صلاح بتحبه ولا تبغي يحبك؟ هو الوليد زينه زين. ما بتحب صلاح؟ بتصير تحب صلاح ولا بتحبني ولا ما تبي تحب حد؟ ما تبي تحب حد صح؟ ما اعرف ما يحتاج حبيبي. هاي وجهه ما يتشاهد هاك وجهه خسوه خسيه. يلا يسال تعالي ما يقارب ظني 40 أو 60 شقة مسؤولة عنهن المكتب اللي حطيت لكم عنوانه. واللي شوفوا هو مش موضوع أنه ما شيء أحسن. شيء أحسن بمليون مرة في كل بلد في الدنيا. شيء الأحسن وشيء إلى مستوى الشيء السكن الخيالي كل شيء موجود. يغير اللي يفرق بين هذا السكن وأي سكن ثاني هذا قرب المستشفى. قرب المستشفيات يعني 2-3 كيلو يبعد المستشفى عن السكن هذا. وعدال أبويه الرندل اللي هو أحسن سوبر ماركت أو من الأحسن سوبر ماركتات الموجودة في تنتية هيوسن. هذا ثانيا. وثالثا في المغسلة في مال هالي قصص الظهور وفي الدوبي في مال مساج وفي كل شيء قربك مطاعم كل ما يخطر في بالك كل قرب السكن هذا بلاص جنة يعني. ومن النوادر تلقط سكن في الخاصية هذه كلها ان كل شيء تحتك وتحت بتناول اليد. يعني ان سكنت هني ما بتحتاج تصير اي مكان كل شيء قربك الا المستشفى تقريبا 3 كيلو يعني. والسكن والاماكن اللي باجي التجمعات اللي شرات هذه ما شيء قريب على المستشفى. وان كان شيء قريب على المستشفى ما شيء قربه قضاء مستلزمات اهل البيت من عياده من صيدليه ومن مال ظهور ومن دوبي ومن سوبر ماركت من مطاعم كل من ما تحتاج له. كل ما تحتاج الجمعيه الكبير هالستور كبير يعني كبر المبنى هذا بمرتين روحه. الستور هذا اللي صورت لكم اياه انا من كم من يوم. ما اسمعك انت وين ساير الحين؟ من الحين ساير ميلس. قول والله تحرك عقب العشاء تجمعون. لا هذاك الشباب. لا اله الا الله. بس توكل على لا ما بري انا بعد بنصلي وبنيكم. لا عقب الصلاه اي بنيك بين المغرب والعشاء. بني بصلاح وياي. اوكي حبيبي سلم على الشباب. الله يحفظك. أقولكم هيوستن تراها أكبر مدينة في أمريكا. هيوستن رابع أكبر مدينة. هاي هيوستن اللي نحن فيها رابع أكبر مدينة. وأكبر مدينة في تكساس. تكساس هاي ولاية تكساس بكبرها أكبر مدينة هي هيوستن. تأسست سنة 1936. فيها 2,200,000 آدمي. مليونين ومئتين آدمي فيها. وين ما أشوفك صد ياي كبرك ما ينعرف رأسك ويهك من مقفة معتين عي كبرة يصالك من المرقوق. ما شاء الله اسمي اللي مرقوق. لا عسمت يمناها لي خدمة. تدرون ليش سموها هيوستن؟ شي جنرال الأول اسمه سام هيوستن. هذا هو نجح بقيادة جيش كامل من تكساس في مواجهة المكسيك. واجهوا المكسيك معركة كبيرة. معركة اسمها جاستنو. انزين مرحبا 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 بالورد عندكم ان شاء الله اليوم بين الصلاتين. لا اله الا الله. والله يلك النصر اكل تحرى مفاجئ.
ما شفنا خير. هي والله ودي تم تغدي يوم يينا شفنا شيء مغري. ألف ها دخل ليها يلا ان شاء الله بين الصلاتين. مرحبا مرحبا بكم هيوستن. ترى ابوي ما بماله امريكا خذوها التي سووا لهم طمس الانظار على المكسيكان واحتلوها من سنين وتلوتوا على بلادهم لانها بلاد كلها خير بترول. بترول اكثر اكبر بلاد في الدنيا العود فيها بترول هي هذه. البترول اللي في الكون كله كله في كفه ما يوصل ربع اللي موجوده عندهم هني في هالبلاد. البترول اللي في الكرة الأرضية كلها ما يوصل ربع اللي موجود فيها البقعة. شو تلوتوا عليهم هرب الله تعدوهم الأمريكان. تلوتوا أبوي على هال المكسيكان وخذوا أبوي بلادهم عنهم. خذوا أبوي بلادهم وتلوتوا عليهم خلوهم أبوي حينها. مرحبا مرحبا حمدان. أي حمدان هذا أبي اسمه حمدان. اسكت هل اقولكم هيوستن فيها 90 لغة. روحها هيوستن هاي اللي نحن فيها 90 لغة. بلاد متعددة الاطياف والاعراق من كل جنسية فيها هذه هيوستن. جميع المهاجرين فيها من جميع انحاء الدنيا ومستقرين وعايشين مسوين البزنس مسوين الدنيا. وتعتبر هيوستن الله يحفظكم روحها هذه هيوستن اللي نحن فيها أكبر شركات الطاقة في الكون توجد في شنتي هيوستن. وأهم أشياء عندهم اللي هي البترول. أهم مصدر للطاقة هو البترول. وأكبر بزنس يوجد في الدنيا العودة موجود في هيوستن تبع البترول. إنزين وفيها بعد أكبر من أكبر الموانئ في أمريكا هي هيوستن. هاي روحها فيها مينا من هو تقريبا 10 أكبر موانئ في الدنيا العود موجودة عندهم هني في هيوستن في أمريكا يعني. وفي هيوستن روحها 1 من 10 عادة رقم 8 رقم 7 ما يندرى رقم 1 من أكبر 10 موانئ. أكبر مركز أبحاث أمور طبية في الدنيا العودة يوجد في تشنتيا هيوستن. أكبر مكان في العالم ما تشوفون المستشفيات والعالم يطرشون هم تعالوا هيوستن للعلاج لأن مركز الأبحاث مركز الأبحاث العالمي يوجد في هيوستن. أكبر بلد وين يكتشفون الأدوية أول ما يكتشفونها في هيوستن. ما يقول لك مركز الأبحاث اليوم طاح دواء بعد نص ساعة طاح دواء اللي قبل اليوم استوى مرض عقب يومين ثلاثة يكتشفون للدواء. في وين ما يكتشفون للدواء في نيويورك ولا في بون ولا في استراليا لا يكتشفون الأدوية لأن مركز أبحاث موجود في شنتيا هيوستن. أكبر مركز أبحاث للأمور الطبية والأمراض موجود في هيوستن في هالبلاد اللي نحن فيها. فيها أبوي مطارين مطار دولي معروف مطار دولي من أكبر المطارات. إنزين وشي المطار عادة يكون مطار داخلي مطار دولي الحين هاي لا عندهم مطار دولي والمطار الداخلي بعد يسيرون رحلات دولية ها مبين. يا رب البيت والحرم مقواكم مقواكم. صلاح بن أحمد أمورك طيبة كل شيء زين وصحك زينة تمام ماشي أخبار جديدة لا مني ولا منك لا مني ولا منك شكرا. وين الواحد بيضعف شوف الدنيا. هذا أبوي التفاح ويا الجبن وهذا أخوك من قير وفندال وفي فاي وفراولة وسندويشات وهناك ها يا ربي الطحان مكثرة. شوف أقولكم أمور وايدين عاد اللي يعرفونه هذا تحيدون هذا موين أول ما اكتشفناه في تايلند جبت لنا كمية ومن يوم طعمت طعموه الأهل يازلهم تمت بنت أحمد يعني عيبها وتمنى نيب من هالباجلة اليابسة. ها
حامز ويتخرفش وطعمه زين يعني. وحين جليل بعد ما يلقط هناك كالعرب استخبرت عنه وطعمه لذيذ ما بيعي انك كلها دهن لو شياته لا حاف وميز ونخي وهذا مال الحلويات مال مال فارس شو بقولكم ما في شيء مال المغرب ومال تحيدونه هذا هذا عاد اهم شيء هذا يا ربي حد ينفتح بيخوص عاد هذا هذا الحين هذا مال ناريد ولذيذ رقم واحد هذا ما يعيبني وايد ليش حاف انا اللي يعيبني اللي من داخل لين اللي داخله شوي لين يعيبني اللي يجي على كبر راحة اليد وهذا المطور يحاف عادي يتقرب ناري ريج يعني لكن حاف انا اللي يوزلي اكثر اللي فيه رطوبة من داخل يعني يمكن 15 ميل او 20 كيلو يبعد المكان ها اللي نحنيناه عزومين ابو يعني في البيت هذا ها بيت ناس عراقيين اسم الريال ابو صبد وحرمت عاد محد ويانا نحكى ريايل بس وكنت بصور لكم البيت هذا ابو صبد السلام عليكم ابو صبد كيف حالك حيا الله حيا الله نجاك يبجيك هذا بيتم بيت ما شاء الله ياخذ لك هذا المدخل اول ما تدخل البيت البابا هذا المدخل مدخل تقريبا 7 غرف نعم هذا الغرف ملاحقه هاي الصاله الاوليه وهاي مال تبع الاكل يعني مطبخ تحضير الصيروني و هذه صاله الصيروني يعني وهذا المطبخ الرئيسي وهناك غرفتين نوم وهي صالك المكبر سبع ها ايش عندك لا سبع وفوق هذا كذا كذا مكسب ابو صفت فوق كم غرفة شيء هذا 5 غرف فوق 3 غرف وحمام هي فوق هذاك غرفتين وحمام زين The new generation of kids, where are they like going to school? Like in Dubai, like are there universities in Dubai people go to? Mm. Do they go rather go to France? Where is Yacht? I don't know. My teacher, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. That's good. That's cool. هذا ولده. نسيت ايش اسمك؟ واتس يور انس 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 هلا كل ايرانهم هنود كلهم الجاليه الهنديه المغتربين يعني ومنطقه يمكن 400 فله فيها كل فله احسن عن الثانيه يربط فيهم دور مدار البحيرات السكن عبارة عن مجمع بحيرات كل بحيرة دور مدارها في الألم هالنمونة شيء جميل شيء في منتهى الروعة تبارك الرحمن حلو المنظر حلو بطريقة خيالية مش أي حلو زين أنا خالد الخالدي ما شاء الله على ابوك يطبخ طبخ رقم واحد اي أيوة والله ما شاء الله الله يخليه صفد وانس صفد والله يو دونت اندر سو وات اي وات ام ليتل بي تمزح كم من يوم كم من يوم اولت البارح يوم يخترب السناب انزين واخترب السناب سنه بيت بصفد بصفد وام صفد هذه عندهم المكان اللي نحن ساكنين فيه يبعد من هيوستن تقريبا حوالي 20 دقيقه يعني من وين نحن ساكنين يمكن 15 ميل المسافه بيننا وبينهم والله بيتهم في فريج
أنا سميت فريج التيار يعني اسمه هيوستن لأنه ما بمنطقة عادية. الفريج اللي هم فيه كبر أبوظبي بالضبط، كبر أبوظبي المدينة أبوظبي، يروح الجزيرة عبارة عن بحيرات، كل بحيرة كبر مدرسة ثانوية يمكن بخمس ست مرات، والدور ما دار كل بحيرة تقريبا 60 لو 100 فلة، شيء يفلل أمهات مليون دولار، شيء أمهات مليون ونص، شيء أمهات مليون، شيء أمهات 2 مليون، أمهات 2 مليون أظني 2 مليون دولار يعني تقريبا 8 مليون درهم، فيهن على 12 غرفة نوم وبيوت كبار لكنها يوم سألت المكان يعني بعيد، قال أبوي كل شيء ناس تسكن، ما حد يسكن في نص البلاد إلا المدحب الخبائل يسكنوا في نص البلاد، وين الضوضاء؟ لكن مكان الرقاد والراحة، الناس تسكن في مجمعات سكنية يا غير بعيد عن المدينة، يتبضعون سامانهم من نص البلاد في الأسبوع ودي ولا وديتي، سار الدريول ولا سار الولد ولا الأبو ولا يعني عجيد راعي البيت يعني، وسار وقضى حوايج البيت ويا الواد، ما حد يسكن قرب البيوت إلا المكاتب، قرب السوق إلا المكاتب، واللي عنده تجارة وبيع ومشترى ولا يبرر الاستقرار والراحة يسكن بعيد عن عين الماء. قلنا لهم سمع نطاع هذا مرحبا خالد الخالدي، هذا يجنن يهب كنسي ما سلامة فانيل من وين؟ فانيل أبدي. أشكر فنك رقم واحد صح؟ ليه؟ هذا ما في ريال، هذا هرمة. يا والله ما ريال. والله قسم بالله ما ريال. والله أنا أقولك والله الله فدا عرضك. جيبها فوق جيبها. إذا شوف بلاد ما أنا شوف. هي. بلاد ما نبكو. زين رد بلاد ما. أنت يوم جاي من بلاد ما لابس يونية. يعني البس جان عند الأذان. أنا ما يلبي له. يا العين ما تشوفه. ايه مالي انا خلي زياده ناضي ها يلا يلا خدمه يقول بابا خالد تعال بابا قال خالد شويه شوف طعم لا طعم ما يريد قياسك رقم شوف هذه يا خالدي طالبهم بيقود في زين دانولود في زين كل شيء زين ليش بنت تصير جعفر زنادي هذه طالبهم بي هذه زين يوم يوم في سناب حين بنسير الميلس الإماراتي وبنيس عندهم ساعة ساعتي وبرد صلاح زاهب ومتلبس وأنا متلبس ونتري خلف ومن أي خلف بنسير مش شايفه جريب بينه وبينهم فلتين أتوقع أنها فلتين هنا وبس بنطالع شؤلومهم نشفنا شيء سوالف الأشياء تصورنا حد ياهم غريب صورنا وما حد يا ترى ما بيكون شيء تصوير يعني قبل كم يوم صورين يلا غايته يلا صلاح يلا عاد صلب طولك انت صلب طولك ايه ها ها يلا 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 وين ساير صلاح 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 يا صلاح وين بسير؟ ما عرف ولدك ولا ما عرف يلا حبيبي
خلف لا يتكود خلف محمد يا الله يسدنا ها يد ما يدن على كل بلاد صلاح عندنا كولات تصلى على اي بلاد يقول بعدين كل بعدين ياجل الصلاه صلاح نعم برايك تم هني في امريكا ونحن نصير ابو ظبي ما تبينون ها تروس الدروس زي الدروس ما بيطيرن بنقول لهم استشفى بارجيل تريوا صلاح هني له قسم بعد بارجيل شيء قسم هني في امريكا مال بارجيل بنخلي صلاح بخلي دكتور حسان يطرشونه بخبر اللورد اللورد عمران بنقول له يا ابو محمد الله الله فينا يا اللورد طرشوا لنا ابوي دكتور حسان امريكا يعارض صلاح شو رايك؟ لا بيونا غير بس شو ما شايف فايده صلاح؟ ما يا ابو محمد ابوي ما طاع صلاح قال بيجيكم لين هناك يصير المستشفى هناك بيسوي دروسه ما يبي عذر قال ما يباكم تطرشون الدكتور ها صلاح شو قلت؟ مينون ليش؟ هذا لندن نيويورك سيتي وين تبي؟ إلى الشريف علي وزك مرة؟ لا فنان هذا مضبوط لازم عنده؟ عارف هذا لا تشله مرة لا تشله صلاح ترى خلاص يبونك تجلس عندهم لين أصير وي مينون لا حبيبي ما بمينون ايش قلنا احنا إلى الشريف إلى الشريف لا 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 تبغى أروح نيويورك؟ حد اليوم الدابين شيله وين؟ بيموت ما يبي فاز ابو ظبي هو تبى ابو ظبي على دروس كني لا يبقى عنده دكتور اسمه دكتور حسان حسان دكتور حسان في مستشفى بارجيل الدم نوم ايده خفيفه قال لي ما تبغاني عندنا ان شاء الله بنيكم هناك فلسة فلاح ها؟ وين بنياس مو بنياس ها؟ فلاح انت الفلاح؟ ايه محمد ساكنين فلاح ولا بن زايد؟ صلاح في الفلاح ها وانا في محمد بن زايد ايه سليم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منو عيوز؟ عيب حبيبي الرجال ما يقولوا عنه عيوز الحرمة يقولوا عنها عيوز الرجال يقولوا عنه شيبة وين خلف خلف ساري دوخ بنحط لك فراش وغطى هني بيقولك لا 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 بيقولك حرمة هني وإذا خالد يعني شوف خالد هذا أخوك خالد نعم شد روح شوف العصابة هي ما رقص في صلاح ها صلاح هذا ماشي 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 بتجلس ايه؟ مينون ماشي فايز سلام ما خليه هنا في المجلس مره بحط له غلطه وبعد بحط صلاح بيوزونك حرمه امريكيه امريكيه يا سلام واحده سودة 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 بيوزونك مثل خالد ما انت رايح عندك مسبح منو بيسبح هيبع العروس بس سبح وجع ها وجع ها اضغط يمال خبلها واحنا شو حبيبي ركوب والله عندك عندك العافية والخير الحين ما عرفتك وانت سالم وياك الدكتور احمد الناصر والله والنعم وياك عندنا الدكتور صلاح الخالدي نعم ونعم هذا دكتور هذا ولده ايه وهذا ولدي ها وهذا ها هذا الولد ولد هذاك الولد هذا هذا شاب صغير وهذا ولد ولد صغير خوي خوه خوه الصغير خو العود هذا الحين صبرت تقول لا اله الا الله انت الحين كيف عرفت المكان اللي انت فيه الحين مره على هو مباشره عن طريق ابو محمد السناب المبروك هذا انزين ونشكرك الصراحه على التغطيه جزاك الله خير وحين تلقبها الشباب ما تعرفهم ما اعرفهم ولا بالسناب والله لما عرفتكم تلهونا سبحان الله وحين انت متى جاي هالبلاد؟ حتى هناك عندنا في المدينه ينسدن عن الشارع محرم كلهم يسال عن هالريال
مرحبا. ما علي يعني افداك. يلا الله يحفظك. انا والله فرحت بكلامك هذا. والله نشكرك يا ابو. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. نشوف اشياء ما شفناها. اللهم لك الحمد. جزاك الله خير. وحين جيت انت البقعه هاي سكنت هنيها؟ انزين. هذا انت اللي تعزم عليه بالقهوه؟ والله. 15 ولا 14. ايوه. ايوه. هي ما لها مسوي تعليقات. اقول لك صلاح ابوي يستحق وعزر على الجماعه اللي تعقون كوته. وش السكر العادل اللي تبيه سكر اليومي؟ التراك. ابو حمدان الفلاحي. هذا نزيد له سكر التراك. الشيخ المصطفى هاي فايدة الجالس تجمع ابوي حل الدار اللي شرق الارض وغربها يتيامهم في ميل اسواح بيرمسون تبادلون اراء حكون سولفون يرمسون قهاوي فوايد العشية تلغد. نعم شنو ما بتصوره؟ متى؟ يني قال لك وايد يقول لا يقولك وايد يتكلم. اي والله والله انه صادق. فتت يا مع والله الشباب كلهم في مكان واحد يضحكون يتقهون يسولفون يعني. فهذا مقصر الدوب على الثاني. مرحبا ابو حمدان كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا ابو حمدان. مرحبا مرحبا مرحبا. برنامج يظهر الحية؟ سبحان الله. عند حفر الباطن من هذا عن اليوم؟ لا هذا باكر الساعة 6 الصبح. سبحان الله. لكن 6 ويا 6 الصبح ينوبي الحفر. هذا الحذر هني. والله ما تبغى. احنا مسطين منتجته. ما فيكم. كل الجماعه مسطين. والله ما تبغى. احنا تريح. تيمل فينا احنا هلوكنا بناكل. هذول مهلكين. ما فيكم مهلكين قاطعيننا.
بنموت بنموت بسعول. لا لا ما بيكم شي بدل عربي بريك يرى ريقوا الدم انا بنشوف دم دم بتشوفونه ان شاء الله في داركم هناك وردين وفرحانين كلكم منو بيصبر بدون اللحم الينا عود بس يا الله القوم تصبر ما نكون مبطين ان شاء الله عطوني والله صدق فينا صدق صدق والله عاد اللي حاله هو موت واحد اللي حاله وانتم تعادوا الشيخ خلي اللي عندنا اليوم ما نعرف طعمه والله هاي السكني هاي كلم السكني بعدين تحالف عليه انا السكني مهوني السكني مهوني السكني هكوا ما يخصني شهادة صلاح صلاح سكني ولا لا يني ولا لا ديني اخ علي مالك ربيع انت ربيعك اللي قدامك حداب يوب بطيته بقوم هو يقول علينا انا يني انا يني ولا هو بس اخ عليك اخ عليك صلاح لا هو يقول الصدق اخ عليك هس هو الامانه امانه امانه صح بس بس لا تكلمني انا ما اريدك لا 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 انا 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 لا لا مرحبا سلام عليك ريماني كلمني ولادها كيف حالك كيف انت عد شعرها سلام تبعك انت بخير ما شاء الله على ريما زينة لا خلي هني هناك بسم الله عليك الرحمن الرحيم ما زين الا لبسك يا ريمان ما زين لبسك تبارك الرحمن بوسه بابا بسم الله عليك الرحمن الرحيم الريم شيخة الحريم ريم بنت حبيب هي الريم بنت حبيب بنت مشهورة اللي عندنا في أمريكا هنيا بنت مزيونة يلا الله يحفظها بنت حبيب السلمي لا تحن حقية والله هاي الريم شيخة الحريم ما خلنا الري حتى يعني الله يحفظها تعال يعطيها بسكوت لكن يلا عطى منصور يا منصور عطى الريم عطى الريم عطى الريم بسكوت وين مليار سر يلا مع السلامة شباب يلا كلكم الله ما الله معكم غناي على الله يحفظك نعم ما يهمك توكل على الله مع السلامة شيخة الحريم الحريم ايه حلوة ايه حلوة خلاص انت خلاص صلب طولك بيعرس وين 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 عثرك على العرس صلب طولك انت صلب طولك اقول لكم كل العرب اللي طرشين لي مسجات اللي كانوا يدرسون هني وما ادري منو واللي يتعرجون يقولوا لي شيء يوجد في امريكا ما يوجد في اي بلد ثاني اللي هو الفندال البرتغالي نعرفه والابيض نعرفه قالوا شيء فندال لون بنفسجي ولا يوجد ما يوجد الا في امريكا انا شفت فندال بنفسجي في تايلند احط ثلاث رايبات وطول رايبتين ويبيعون تشيب جفران في الفرجان وينضون على البخار يعني كانك تاكل قلم سكر كانك تقرم قلم سكر من كثر ما هي من كثر ما الجرينات الفندال حلوات لكن يقولون فندال كبار على حجم هذا موجود نفس اللي في تايلند موجود لكن كبار في تنتي امريكا وعادوا الحين نحن برد الامارات وعندي وزن وايد اروح اشل كم ما اشل يونيتين ثلاث
من هذا الفندال بو لون بنفسجي. شو رايك صلاح؟ كذا تبوك راقد كنت انت؟ لا والله ولا ما في دمتك اي وجه الاشوار. يلا ها هاي لا تنسون هاي خبرناكم عن البارحه جبن الهوش ويا التفاح. التفاح لازم يكون في التفاح ما بخضر الاحمر اللي فيه قرصه حلاوه شويه فيستوي هذاك مالح وهذا حلو. شو انت ايه صراحه حبيبي ما اصور عمري انا يخبر سندويش في الليل الساعه 11 ما حد ياكل ياكلون فندال ياكلون فندال الله يرضى على والديك طيب حبيبي بعت سندويش يبا خلاص بس كل بس فندال محلات الفندال فندال يجنن الفندال محلاتك يا الفندال وما زينك وما شينك يا السندويش كل واحد يزين أحلاك يا الفندال وما شينك يا السندويش يعيش وحيدة حبيبي حبيبي موجود كل شيء تبغي بنسويه عيني سوي لي كوارتر في كل ساندويتش اوكي لا يزعل صراحه بيغدي يدب بينتفخ بطنه مو دب انت مو انا الحمد لله خلاص انا باكل الموزه وانت ابوي يا سلام على ابو دقه بعد مال لندن غير لندني امريكا ما خلنا له ريحته خلاص كبه ياكل فندال ما يبي سندويتش ما يبي سندويتش تبى سندويتش صلاح؟ ما يبى ما يبى ما يبى يا بنت الحل تهديد يعني هذا؟ بعد يلا يلا تصبحون عاد على خير بس عليكم باكر بنرمس نحن الحين كم الساعة عندنا؟ الساعة 11:30 في الليل يلا